السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة موجادور الرقي والمعرفة، أهلا بكم. إذا بعد الشريط ديال ديداكتيك اللغة الفرنسية الذي قمت بنصره للتو، أي بعد قبل أيام قلائل، الشريط كان بعنوان ديداكتيك اللغة الفرنسية، وكان بالضبط حول ليزاكتيفيتي أوغال بالنسبة للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. هذا الشريط هذا عرضنا على مجموعة من الأمور الديداكتيكية فيه، أسافواغ هضرنا على الغلاف الزمني بالنسبة للاكتيفيتي أوغال، هضرنا على السيناريو ديال الدرس ديال الاكتيفيتي أوغال، السيناريو ديال الدرس يعني المراحل اللي كيمر منها درس الاكتيفيتي أوغال، شفنا قمنا بقراءة تحليلية وشفنا كيفاش أن الجدادة بالنسبة للاكتيفيتي أوغال كتخطط، شفنا الأمور الأساسية بالنسبة للاكتيفيتي أوغال، يعني درس ديداكتيكي بامتياز، درس غني. اذا حاولوا حتى اللي ما تفرج في الشريط يرجع عليه ويتفرج فيه. اذا اختصرنا عليكم الجهد والوقت. بالنسبه للمترشحين والمترشحات للمباراه التعليم المقبله، يعني كنطلب منهم انهم يزيدوا في السرعه ويركزوا مزيان. كنشوف العديد من الشباب والشابات كيتسائلوا امتى الامتحان، واش هاد الاشياء غتحط، واش هاد الاشياء غتحط. هاد الشيء كيشتت وكيفقدكم التركيز. حاولوا نركزوا، اي شيء ممكن يتحط نقراه، ما عندي ما نخسر اي شيء. والتوصيف، توصيف المجالات راه كاين، رجعوا للتوصيفات، راه هضرت على هذا الشيء في شرائط سابقه، رجعوا ليهم. اذا ف الله يخليكم، ركزوا معايا وزيدوا. اذا فالسرعه القصوى، السرعه القصوى، ونركزوا ونبقى ندون اي شيء فهمتوا ندونوا. اذا في هذا الشريط اليوم غادي نهضروا على ديداكتيك لا ليكتور، اذا مكون القراءه. اليوم غادي نشوفوا الجدد ديال مكون القراءه، نشوفوا الغلاف الزمني ديال القراءه لا ليكتور، السيناريو ديال درس لا ليكتور غادي نشوفوه بالتفصيل بالفرنسيه، وغادي نقدم لكم شروحات باللغه العربيه بالدارجه. اذا اون ميم طون فرونسي غادي نقرا، اذا كنتعمد هذه المساله هذه نقرا بلا اون فرونسي باش انكم تكتسبوا، وكنعطي الترجمه بالعربيه باش يسهل عليكم الحال. لانه علاش كنقرا بالفرنسيه؟ لانه لور دو ليكزامان لي كيسيون فون ايتر بوزي اون فرونسي، ماشي تطرحوا بالعربيه. اذا علاه كنقرا؟ اذا تبعوا معايا، ملي كنقرا تبعوا معايا باش تعرفوا كيفاش كيتطرح السؤال. وهذا كي شي الى انريشي فوتر فوكابولير، هادشي تيكون شي علاش كنقرا، باش ان المعجم ديالكم يصبح غني. وكما كنقولوا دائما، راه فهم السؤال نصف الجواب. اذا راه شكون اللي كيصعب الماموريه على متوسطي المستوى في اللغه الفرنسيه؟ انه ما كيفهمش لا كونسين. ملي كنفهم واش مطلوب منا، راه كنستطع اننا نجاوب على المباراه. اذا في معظم الشرائط ديالي كنتعمد انني نقرا بالفرنسيه باش انكم تفهموا. واذا تبعتوا الشرائط ديالي، راه كنقرا بالفرنسيه عاد كنعطي الترجمه بالعربيه باش تفهموا، وامي مطلوب تكون عندكم، يعني تكون عندكم الاعتياديه، اذا وتعتادوا على انكم تفهموا الاسئله. على بركه الله نبداو. والى عجبكم المحتويات ديالي، الى عجبكم المحتوى اشتركوا في القناه ونقروا على زر الاعجاب. على بركه الله نبدا. بسم الله، على بركه الله نبدا في تقديم ديداكتيك مكون لا ليكتور. concernant la lecture on note 20 séances de lecture par unité réparties comme suit. 20 حصه كتكون في درس القراءه لا ليكتور، في كل وحده كتكون 20 حصه. وراه كنعرفوا بان في الوحده كتدينا 5 اسابيع، هاد الهضره كنقولها ديما. دونك غتكون عندنا 20 حصه في الوحده. هاد الحصص هادو موزعه كالتالي، ريبارتي كوم سوي: 16 سيونس دو ليكتور à raison de 4 séances par semaine. Donc, on a 16 ديال الحصات ديال القراءة بحسب 4 الحصص في الأسبوع. دوك يعني كنا 20، هذيك الربعة الأخرين كيكونوا في الأسبوع الخامس. كنطرقوا فيهم للتقويم والتثبيت. التقويم والتثبيت كنشوفوا كيفاش التلاميذ والضابطين واستفدوا ولا ما استفدوش، والمعالجة إلى غير ذلك. دونك 4 سيونس ديفاليواسيون اي دي كونسيليداسيون اون سيمين دو بيداغوجيك 5.
Les différents types de textes proposés aux apprenants et aux apprenantes sont choisis et répartis en fonction du thème de chaque unité et des objectifs visés. Donc, مختلف النصوص اللي كيتقترحوا على المتعلم والمتعلمات كيتختاروا وكيتوزعوا على حسب لو تيم. بحال دابا في الجزء اللي غنشوفوا غتكون في الوحده الاولى اللي متعلقه بلا سيفيليزاسيون ماروكين، اي الحضاره المغربيه. اذا فهاد النصوص غيكون عندهم علاقه بالحضاره المغربيه. اذا دونك ريبارتي اون فونكسيون دو تيم دو شاك يونيتي اي دي زوبجيكتيف فيزي وحسب التعلمات المستهدفه او الاهداف التعلميه المستهدفه. Il répond à un souci de variété. Les textes choisis sont d'une difficulté progressive. Et donc, ils connaissent les textes choisis sont d'une difficulté progressive. Il comporte parfois des mots ou des expressions difficiles expliquées dans leur contexte. Et donc, il y a des mots qui sont difficiles à expliquer. Ils sont de différents types. Donc, nos sources qui sont annuaires. Il y a des textes informatifs ou explicatifs. Des textes informatifs qui sont des informations ou qui sont des choses. Des textes narratifs ou descriptifs qui sont des textes sardia ou la osfia. Et des textes injonctifs. Et ni des textes qui sont des animates, qui sont des animates ou qui sont des nasaïs. Il y a des textes. هما الانواع لي تيكست اللي كيشوفوها القسم الرابع ابتدائي. دابا غنشوفو ستكتور دون لوسون كلوكتور، غنشوفو كيفاش نطلق عليها هنايا السيناريو ديال الدرس ديال القراءة بالنسبة للفرنسية هو اللي غنشوفو دابا. اذا ستكتور دون لوسون، اذا غادي نشوفو La passe de lecture est une structure régulière. Elle comprend le texte à découvrir, souvent accompagné d'illustrations et d'un appareil pédagogique constitué des rubriques suivantes. Et donc, il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose qui est très importante. Il y a une chose des rubriques. Il y a une chose qui est très importante. Il y كتكون لا روبريك الاولى سميتها زوبسيرف اي جو ديكوفر اي جو ديكوفر دونك افون لا ليكتور هذه قبل القراءه ولاحظوا واكتشف زوبسيرف اي جو ديكوفر هذه كتكون افون لا ليكتور هاد لا روبريك هادي ا بور بوت دانفيتي لي ابرونون اي لي ابرونونت ا انتيسيبي لو سونس دو تيكست افون ميم توت ليكتور سيلونسيوز ou à voix haute. Et donc, la rubrique a dit qu'elle prie un talami d'istabro. L'istabro, le معنى ديال le texte ou le موضوع ديالو قبل اي قراءة صامتة ou la بصوت ou la قراءة magistral كما كنقول. C'est à partir de l'observation. Et donc, انطلاقا من ملاحظة الصورة او الرسم ou العنوان ou الأسئلة ديال اللي كتكون مصاحبة انطلاقا من الاشياء. اذا الصوره والعنوان والاسئله المتعلمين والمتعلمات يقدروا يوضعوا فرضيات، خص يوضعوا فرضيات، اذا خص يوضعوا فرضيات بس اي بروسيدي على باش يفسروا لنا هاد المؤشرات، مؤشرات الصوره، مؤشرات العنوان، مؤشرات اذا كيكونوا مؤشرات كنطرحوا عليهم اسئله بس انهم يقولوا لنا يتوقعوا لنا في رايك مثلا شي سؤال بالعربيه كنقولوا في رايك عماد بانطلاقا من الصوره عماد سوف يتحدث النص اذا الى ما يشير المكان اذا الى هكذا هذه كيكون مؤشرات اذا فهذه كنديروا حتى في العربيه دونك اذا هذه هي الحصه الاولى ديال زوبسيرف اي جو ديكوفر هذا كتجرى نمشيو للثانيه جولي جو كومبرون Je lis et je crie. La rubrique a dit فقرف الدرس a dit pendant اذا كتكون قبل القراءه a dit اثناء القراءه pendant la lecture. Ces rubriques abordent le côté formel du texte. اذا هنا كنطرقوا للشكل ديال
نص الشكل ديالو واش كبير ولا صغير وكيفاش تكتب بيرميت لا فاليداسيون دي زيبوتيز ايميز بريسيدامون باغ اكزومبل وكيسمح لنا ملي كنقراو النص اننا نفندو ولا ناكدو الفرضيات اللي وضعنا من قبل. Ils sont exploités après la lecture magistrale ou la lecture silencieuse. Ils proposent des questions et des consignes élaborées que l'enseignante pourra exploiter après l'étude fragmentée du texte et les lecteurs les lectures à haute voix à voix haute. Donc à la rubrique qui dit que fait من بعد القراءة أو لا أثناء القراءة كيطرحهم الأستاذ ولا الأستاذة إذا بس نفهموا مزيان النص إذا جو كومبرون خصنا نفهموا النص إذا انطلاقا من الأسئلة هذه كنشوفوا التلاميذ فهموا ولا كنحاولوا نقربوا من المعنى ديال النص سي اون ايتاب دابروفونديسمون دو تكست إذا هذه المرحلة هذه كنتعمقوا في النص كي دوا إتخ موني كوليكتيفمون أفان دو فافوريزي لي زانتيراكسيون إي ديدي لي زابرونون لي زابرونون تا ديفلوبي لي ستراتيجي دو لكتور et d'enrichir leur savoir-faire. Et on a dit que la marhala a dit qu'on خدموها جماعه بس يكون التفاعل ونعاونوا المتعلمين انهم يكون عندهم استراتيجيات القراءه ويغنيو le savoir-faire ديالهم. Je m'évalue a dit avec كتكون après la lecture. On a dit من بعد la rubrique a dit ولا هاد la phase المرحله هذه في القراءه مرحله كتسمى جو مي فاليو كتكون من بعد القراءه ابري لا ليكتور سيت روبريك ا بور بوت ديفالوي لا كومبريونسيون دو تيكست هذه كان هذه كيكون عندها الهدف منها نشوفوا نقيموا ونوقفوا على مدى فهم المتعلم للنص ال بيرمي ايغالمون ا لانسيون اي لانسيونت ا لانسيون اي لانسيونت دابورتي دي ريميديسيون سيسير وكات وهاد لا روبريك هذه كتسمح انطلاقا من الاسئله انطلاقا من التمارين اللي كيكونوا اننا نوقفوا على مدى فهم التلاميذ للنص وكتسمح لنا اننا نعالجوا نعطوا معالجه للمتعثرين والمفاهمين وهكذا. هادو هما لا ستركتور هذه هي بنيه النص وهكذا تجرى حصص القراءه. هادو هما الاشياء اللي خصك تمر منهم المراحل اللي خصك تمر منهم الا بغيتي دير درس القراءه. إذا غادي نمشيو للجزدة اللي هي مفصلة بتفصيل وفيها الأسئلة وفيها اللي غيكون فيها هادشي مفصل مزيان تابعوا معي. إذا الجزدة في لونيتي 1 فيش ليكتور إذا غادي بطاقة درس القراءة. إذا في التيم ديما كنكتبوا عنوان التيم إذا أو موضوع التيم موضوع إذا لا سيفيزاسيون ماروكان كنكتبوا هنا أسبوع حنايا الأسبوع الأول. إذا لاكتيفيتي النشاط أو المكون لا ليكتور قراءة كانت اكتيفيتي اورال كنكتبوها اللي عندنا اللي عطاونا كنكتبوها. اذا خصنا نعقلوا على هاد لونتيت هاد الترويسه هادي عقلوا عليها ديما هادو خصهم يتحطوا تيم اكتيفيتي انتيتولي اوبجيكتيف سيبور ديداكتيك ديوري اول اسبوع واحد كاين اللي غيجي حتى لي سيونس لكن لي سيونس حنا عندنا جددا هاد الجددا هادي كتجمع لينا اربعه لي سيونس كاين اللي كيدير جدد الحصة وحده مثلا غيدير فيها غير حصة وحده. اذا هادي غادي غادي فيها اربعه لي سيونس اربعه الحصص هاد الجدد هادي ليكتور انتيتولي لاكتيفيتي ليكتور لانتيتولي هو عنوان النص او عنوان الدرس عندنا هنا نص قرائي عنوان ديالو دي تي بور لي انفيتي اوبجيكتيف كيكون الهدف التعلمي repérer des informations dans un texte avisé informatif. Repérer des informations dans un texte visé informatif. L'objectif, c'est un texte informatif, donc repérer, support didactique qui est le livret de l'apprenant passe cette tâche. Le support, voici la lumière. La durée. Et donc, juge latine, zahid juge fachiri. Et donc, on a juste la hissas, dit latine triqa. Ou quoi, on a juste la hissas, il faut m'achiri.
هادشي باش كنتمشى. إذن هذيك بروسيس دونسينيمون ابرنتيساج سيرورات التعليم والتعلم، سيرورات التعليم والتعلم، لأنه ملي كان الأستاذ هو كيعلم وليزابرونون كيتعلموا، يعني كنقولوا بروسيس دونسينيمون ابرنتيساج. إذا الجدادة بنية الجدادة كتكون إذا كنتراسيوها هكا، ملي كنكملوا من الترويزه كنتراسيو الجدادة، إذا كيكونوا تخوات لي كولون، إذا ثلاثة الأعمدة، أكتيفيتي دو لونسينيون ولا لونسينيونت على حسب إذا كانت أستاذة ولا أستاذ. إذا كان أستاذة كنزيد واحد أو، ما كانش أستاذة كان ما كنزيدوش أو. أكتيفيتي دو لابرونون لابرونونت، إذا هذا النشاط الشيء اللي الأسئلة اللي غيطرحها الأستاذ، وكاع التعليمات اللي غيعطيهم من الأستاذ، والأشياء اللي غيديرها الأستاذ في القسم كتكون هنا في هذا العمود هذا. وهنا الأجوبة وكيفاش غيتصرف التلميذ في التفاعل مع الأستاذ كيكونوا هنا. الموداليتي هي طريقة العمل، إذا هذه هي الجدادة، حاولوا تحفظوها، عقلوا على هادو. حيت دابا إلى في نهار الامتحان الا تراسيتي غير الجدادة هكا وحطيتيها غير هكا قبل كاع ما تعمرها، ولكن المصحح كياخذ هذا الشيء بعين الاعتبار بانك فاهم بعدا يعني الشكل ديال الجدادة. اذا بالنسبه لي زيتاب عندنا اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، بالنسبه للموداليتي ترافاي كوليكتيف يعني طريقه العمل، هذه مرحله اولى في القراءه، هذه هي اذا هذه سيونس 1 وكنسميوها افون لا ليكتور، فيها 30 دقيقه كما قلت لكم. هاد لا كولون كتكون خاصه بالنسبه لاجوبه التلميذ، وهاد لا كولون خاصه باسئله الاستاذ. اي حاجه غيديرها الاستاذ، اي تعليمه، اي شيء غيديرو غيكتب هنا بالنسبه لسيرورات الدرس. و في تفاعلا مع الاسئله الاجوبه ديال التلميذ كتكون هنا، داكشي المنتظر منه غيكون هنا والاجوبه. دونك فهاد لا فاز ديال زوبسيرف et je découvre maintenant le stade activité de l'enseignant demande aux apprenants d'ouvrir le livret à la page 13. Il y a la consigne, la première consigne. Il dit les hommes maintenant ouvrez le livret à la page ou prenez votre livre et ouvrez-le à la page 13 par exemple. Observez le texte, لاحظوا النص. مثلا de commenter l'illustration, a dit la consigne Tania. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image par exemple? Que voyez-vous? اذا بزاف الاسئله نقدر نطرحهم هنا. او en plus ومن بعد كنطلبوا منهم انهم de formuler une hypothèse de lecture à l'aide de la question suivante. Selon toi, de quoi va parler le texte? اذا بس انهم يعطونا واحد الفرضيه قبل القراءه، اذا برايك عن ماذا سوف يتحدث هذا النص. اذا هما الاشياء اللي كنديروا في هذه المرحله هذه. بطبيعه الحال كيكون الاجوبه المتوقعه هنايا ليليف اوبسيرف لو تيكست اي كومونت ليليستراسيون، كيعلق على التصويره. مثلا بالنسبه للتعليق على التصويره، جو فوا دي بيرسون، ارى اشخاص، ان مسيو سير دو تي ا دو بيرسون devant lui des plateaux et des gâteaux. Formule une hypothèse de lecture à l'aide de la question posée. L'hypothèse, le texte va donner des informations, peut-être. Entoure la bonne réponse. Il a fait qui voulait qu'entoure la bonne réponse. Il a Il va raconter une histoire. Il va donner des informations كان donc هنايا كنختاروا الجواب الصحيح. اذا هنايا le texte il va donner des informations. هنا il va donner des informations. Transcrit الاشياء اللي كنديروها، transcrit des hypothèses au tableau. Donc دوك الفرضيات اللي عطوها، دوك التوقعات كنكتبوهم في التابلو. Fait lire au tableau quelques mots difficiles au texte. كناخذوا بعض الكلمات اللي هما صعاب كيكونوا في النص، سوفون سيت بريباراسيون، ان بويلوار، اون تيير، دوتر زيربر، اون اكومباني كنكتبهم في السبوره، وكنوضوا التلاميذ انهم يقراوهم باش يتعودوا، باش في مرحله القراءه
تسهل عليهم لا برونونسياسيون ديال هاد لي مو. اذا وبهذا تنتهي الحصه الاولى. بالنسبه لا دوزيام سيونس، سيونس 2، هذه كتسمى اثناء القراءه فيها 20 دقيقه. دونك كيكون مزيان زانفيت لي زابرونون ا لير سيلونسيوزمون لو تيكست بور ريبوندر او كيستيون دو لا روبريك. اذا كيقراو بعدا في الاول قراءه صامته باش يجاوبوا على الاسئله ديال اللي كتكون كترافق. دونك هنا كنديروا لي سيلونسيوزمون لو تيكست اي ريبون او كيستيون دو لا روبريك. Je lis, je comprends, je lis le texte, coche la vraie la phrase, couche la phrase vraie. Pour préparer le thé, on a besoin du sucre, du thé vert et de la menthe. Vrai, Eden a dit vrai. On prépare le thé à la menthe. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. Faux. On dispose des verres de thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. Faux. إذا على حسب الأجوبة غنشوف واش فهموا ولا لا. إذا كيجاوبوا بصحيح أو بخطأ كنعطيهم أسئلة باش واش فهموا. إذا كانت الإجابة صحيحة يعني راه فهموا لو تيكست. سؤال آخر، كي سو سارج دو بريباري لو تي أو زانفيتي؟ الجواب كيكون هنايا كيكون في النص. لو ماري أو لا فام سو سارج دو لا بريباراسيون دو تي لو تيكست. دابخي لو تيكست كومبيان دو فوا أون سير لو تي أو زانفيتي؟ إذا انطلاقا من النص، شحال من مرة كنسربيو الشاي للمعروضين، كنكبوا لهم الشاي. Et d'après le texte, on sert le thé trois fois aux invités. Invite quelques apprenants à lire le texte à voix. On va dire qu'on 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 va dire. La troisième science, pendant la lecture, a dit d'ailleurs, application et transfert. A dit qu'il m'a qu'un boulot, a dit qu'un artium, la stratégie, qu'un artium, la stratégie. Et d'un moment, je lis et j'écris, acte bois à quoi. Qu'un audent le bouffle, le hessam le woulir, audi crao, le texte silencieusement. Invite les apprenants à un travail sur le texte à partir de la rubrique je lis et j'écris. Et donc un club de amis un homme qui a dû faire un travail sur le texte متعلق بالنص من واحد لو rubrique je lis et j'écris. Recopie le titre. Et donc عاود يكتب le titre الجواب ديالو du T. يعاود يكتب واحد التيتر هو دو تي بور جانفيتي هاد لو موديلتي ترافاي انديفيديال بي كوليكتيف كان كل واحد كيصايب بوحدو من بعد كنصحو جماعه. لو تيكست اي كومبوزي دو كومبيان باراغراف اذن لو تيكست اي كومبوزي دو 4 باراغراف خصهم يتدربوا انهم يحددوا الفقرات ديال النص. ريكوبي لي نون دو 3 اوبجي كون يوتيليز بور بريباري لو تي. اذن هنا اكزومبل لو بويلوار لو تيير دي بواط. Donne-moi les objets, les 15 termes, parce que c'est un mot. Invite les apprenants à mettre en commun et à corriger. À mettre en commun et corriger. Et donne, met en commun et corriger. Et donne, qui est Jim Rock, qui est Braus Ho, voilà, qui est Braus Ho, je m'évalue. Et donne, quand c'est beau, la rubrique je m'évalue. Et donne, quand j'invite les apprenants à s'auto. À s'auto-évaluer en répondant aux questions de la rubrique. Et là, il y a un qui crie mon rassemble pour rassemble. Qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé? Là, avec le thé, on sert aux invités des gâteaux au miel, des cornes de gazelle. Avec le thé, il y a un chè. Le halawiyat bil asel, ou le gazelle qui m'a qu'un goulou blabia. Des cornes de gazelle. Que font les invités pendant la cérémonie du thé? Pendant la cérémonie du thé, les invités échange des informations, on raconte des histoires. Donc, à deux mois, il y a le hessa telta, quand on a le hessa rafa, il y a 20 minutes, il dit ba'd al-qira'a. Il dit, fait lire le texte en demandant aux apprenants de bien articuler et respecter la prosodie. Donc, il y a quand on a le hessa telta, il y a un homme articulé, il y a un homme articulé,
ندخل مزيان لي كونسون مي لي فويال ندخل الحروف مزيان كيما كتنطقوا لي ا فوت فوا اون اكسبيكون بيان اون اكسبيكتون لانتونسون نقراو مزيان ونبدا كندخل باش نصحح لهم الا ما كينطقوش مزيان بعض الكلمات و جانتيغوش اذا كنطرح لهم الاسئله باش نشوف واش فهموا كيل زوتر زيرب اون بو اجوتي بور فير لو تي اون بو اجوتي دو لابس دو لابستان دو لابستان دو لا مارجولان اذا هنا كنزيدو كنتعمقوا هنا نجيو شي حوايج ما كاينش في النص باش نشوفوا التلاميذ اللي متمكنين مزيان نزيد ندعموهم اذا لي زوتر زيرب اذا قالوا لنا في النص كانه التاتي كيتعمر بعشوب اخرين كنجيبوهم من عندنا ما كنقولوش في النص ولكن كنجيدوهم هنا اون بليس دو غاتو سيتي دون لو تيكست كيس كون بو انكور سيرفير بالاضافه الى الحلويات اللي مذكوره في النص اش يمكن نقدمو مع الشاي دونك هنا كنجاوبو هنا اون بو سيرفير دي زاموند لوز دي كاكاوات دي بيسكوي اذا كون دوموند نو ابرونون دو بوزي دي كيستيون سور لي تيكست اذا كنطلبو منهم انهم يطرحوا بعض الاسئله على النص pose une question à ses camarades avec sur le texte par exemple donne un synonyme du mot dispose synonyme il y a moradif dispose quelque quoi la dispose place mais et synonyme moradif à dialo donc place mais par exemple remplace un long moment par un autre mot lentement donc un long moment بشكل ما على نفس المعنى اذا هذه اكتيفيتي اخرى اذا هذه اكتيفيتي زايده زيادة على النص كنجيدو نتعمقو كنجيدو إغناء للإغناء هي الكلمة لقيتها للإغناء دوموند دو زابرونون يا او زابرونون سي زون ايمي او نو لو تيكست بوركوا إذا هنا الرأي كنشوفو الرأي ديالهم واش حبوا النص إلا حبوه علاش دي سي إلزام أن إيزيمي او نو لو تيكست بوركوا إذا هنا كيقولنا إيه وإلا ما عجبهمش يقولنا علاش هنا كنبون الغاية من هنا أنهم يتحدثوا ونشوفوا واش تفاعلوا مع النص واش تبعوا معنا النص ولا لا اذا هذا كل شيء فيما يتعلق مكون القراءه نتمنى نعاود بسرعه داك الشيء اللي مهم تدونوا عندكم في المذكره انا اللي كيهمني هو هاد لانطيت تضبطوها المجال هنا المجال الواحد لو تيم كي بحال قلت الموضوع او موضوع المجال الاكتيفيتي سليكتور ولا كونجيكيزون ولا اوكتوغراف ولا نديرو هنا لانتيتيلي العنوان ديال الدرس لانتيتيلي العنوان ديال الدرس عقلوا عليها مزيان لوبجيكتيف هو الهدف التعلمي سيبور ديداكتيك وسائل تعليميه ولا دوغي كنديرو لا دوغي ديال الحصص بحال الجوده عندنا فيها اربعه الحصص ها هما مذكورين هنا الا عندك في الجوده عندك حصه واحده كان دوغي دو لا سيونس كان عندي اربعه الحصص هنايا جوج في 30 وجوج في 20 مذكورين هنا وكندير الاسبوع وهكذا وكنسطر 3 كولون موداليتي دو ترافاي ولا نكتب غير موداليتي كندير هنايا الحصه الاولى كتخدم ترافاي كوليكتيف الحصه الثانيه كتخدم ترافاي كوليكتيف هذه الثالثه ترافاي انديفيديوال وي كوليكتيف وهنايا هنا الرابعه ترافاي كوليكتيف دونك هنايا إذا الأولى الملاحظة والاكتشاف الثانية هنا الفهم والقراءة والفهم هنا هذه بناء المفهوم ابليكاسيون ولا التطبيق ولا التطبيقات التطبيق من التطبيقات والإجابة على الأسئلة التطبيقات وبناء المفهوم نعم هنا ابليكاسيون ترانسفير كنعطيهم الاستراتيجيات دونك وهنايا كنديروا التقويم والمعالجه التقويم والمعالجه والتقويم والدعم اذا بغيتوا او التقويم والاغناء كل هذه المصطلحات ابخي لا ليكتور اذا هذا الشيء كان هما المراحل اللي كنحترموا في لا ليكتور اذا هذا كل شيء الى عجبكم المحتوى ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين كاين واحد ابوني في تحت وخطوا عليها وتوركوا على زر الاعجاب والى حلقة جديدة إن شاء الله عما قريب في هذه الأيام القليلة غادي نديروها على لا كونجيكسيون إن شاء الله وإلى اللقاء.